السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم محمد أبو زيد، مدرب معتمد من أوتوديسك بالماكس، مدرب معتمد برضو من كيس جروب بالفيرا. اليوم راح يكون حديثنا سريع عن موضوع إنه كيف تجيب صورة as a projection على وايت وول أو وايت بورد، لأنه وردني كثير تساؤلات عبر المسنجر إنه أوكي كيف انعملت. هي سيمبل بسيطة، بس لأنه أكثر من حدا بعت فحبيت أورجيك إياها بفيديو. الفيديو راح يكون قصير وراح نحكي عن كيف بتتم العملية. طيب، هذه هي صورة الأوتبوت الفاينل أو الأوتكم. هلا نشوف كيف بإمكانك تطلع هاد الريزلت. بالبداية حابب أحكي عن نسخة الماكس اللي بشتغل عليها. أنا بشتغل على ماكس 2021 نسخة الفيرا اللي هي الأخيرة قبل الفايف، فيرا نكست 4.3 الأبديت 2. إذا فتنا هون F10 فيرا نكست أبديت 3.2. وبالمناسبة الشوت هاد كامل طلع بدون أي فوتوشوب، رو ريندر من الماكس. طيب، كمان في شغلة حابب أحكي عنها اللي هو مواصفات جهازي. CPU عندي الجيل الثالث i7، يحتوي على 4 كور و 8 ثريد. وباختصار شو يعني كور وثريد؟ يعني 4 كور اضرب ب2 بيعطيك 8 مربعات بالرندر للي بيستخدموا الباكيت، تمام؟ كل ما زاد الكور كل ما كان المعالج افضل. فهي نصيحة لما تيجي بدك تشتري جهاز للماكس، دائما خد معالج يكون بيحتوي على كور عالي، وطبعا كل ما زادت بزيد سعر المعالج. لا أنصح بتاتا في إنك تشتري معالج عليه 2 كورس. فبلش حاليا الفترة الحالية لما تيجي تشتري اشتري 6 كور. لابتوبات صارت متوافرة ب 6 كور، في 8 في 16 في 24 في 32، وحاليا بجوز الثريد ريبر من AMD اللي هو 64 كور، بس مش أي حدا يقدر يشتري هذا الجهاز. ما علينا، الرامات عندي 16 جيجا، و كرت الشاشة بالنسبة لدينويزنج هو GTX 1060 نسخة 3 جيجا. هاي هي مواصفات بسيطة. اللي حاب يتعمق في موضوع الجهاز والهاردوير والأمور هاي، في سابقا نزلت درس باسم فيرا بروجريسيف أور باكيت، فرق السرعة بالفيرا أيهما تستخدم، اللي هي المربعات ولا البروجريسيف. النظام الجديد اللي انضاف صار هو قديم بس بشرح عنه، وانت تقدر تحدد شو تختار. وفي معلومات عن الهاردوير كيف تشتري الجهاز والمواضيع. بالمناسبة التشانل تبعتي هاي اللينك اللي بحب يطلع عليه. تقدر تبحث باسم يوزر 3D ماشين بدون اي سبيسز، او خد اللينك كامل هاي قدامكو. ويعني هاي الدرس موجود هون، واهلا وسهلا فيكو. إذا بدك تعمل سبسكرايب تعمل لايك برضو أهلا وسهلا. نيجي نرجع هسه لموضوعنا الأساسي. نيجي عند الماكس. فتحت السين زي ما حكينا، الإعدادات الافتراضية من الفيرا نكست هذا هو السين اللي عندي. لو جينا نعمل انتراكتف، طبعا عادة أنا بالتستات بشغل الانتراكتف فيرا فريم بفر، شغل الانتراكتف وبضل نعمل تستات عليه لما خلص دن برندر الفايل. بخليه بس شوي يعمل لودينج للملفات. كمان زي ما بتلاحظوا ما بستخدم الفيرا كاميرا، بستخدم الماكس فيزيكال كام، لطيفة وحلوة وصراحة أقوى من الكاميرا تبعت الفيرا. لودينج امبري، اوكي لودينج 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 بيلدينج لايت كاش اللي هو الديفولت حكينا بالريندر سيت اب هون، روت فورس مع لايت كاش، روت فورس لايت كاش. بروت فورس ما لعبت اي شيء، لايت كاش حتى زي ما تلاحظوا زي ما هو. طبعا استخدامي زي ما تلاحظوا التايب بروجريسيف وليس باكيت، واحضروا الفيديو مشان تعرف اوكي ليش بروجريسيف او زياد بيستخدم ليش مش باكيت. باختصار بالنسبه للبروجريسيف بشوف الصوره كامله، الباكيت بدك تستنى اخر مربع مشان مثلا تسيب الصوره. طبعا الباكيت فيه له استخدامات بالديستريبيوت ريندر، هذا شيء ثاني موضوع ثاني ممكن انزل فيديو عنه، لكن حاليا بروجريسيف بنلاحظ انه كله هذا ديفولت، مينيمم 1 100 ريندر تايم 0.
طبعا 4.3 صار زيرو، سابقا كان 1 مينت محطوطه، فبعد دقيقه بتلاقي ملان نويز فزيرو، والنويز ثريشولد زي ما هو 0.005. الشغله الوحيده اللي تم اضافتها على الاعدادات هاي هو فقط الريندر اليمنتس فيرا دينويزر. ليش؟ مشان يشيل النويز. باي ذا واي الصوره هاي تقريبا اخذت 20 دقيقه، يعني از ا فاينل هاي 20 دقيقه. بجوز كانه الريزوليوشن مش عالي، اذا رفعت الريزوليوشن زي ما تلاحظوا 1200 بكسل ب 750، بس اذا رفعتها اعلى من هيك يعني بده ياخذ وقت اطول شوي. بس حتى يعني لو اخذتها على 2K ما اتوقع بتتجاوز 35 ل 40 دقيقه بكون فينشت وفاينل. والحلو كمان بالبروجريسيف انه بعينك بتشوف الصوره نضفت، بامكانك تسيب وهو بيرندر، وبامكانك توقف الرندر وتسيبها فاينل. الباكيت لا زي ما حكينا بدك تستنى اخر مقطع. طيب هذا هو هيو شغال از بروجريسيف. خلينا نلقي نظره على السيت اب. عندي طبعا هذا السين، بنلاحظ انه في عندي الوايت بورد هذا اللي هو عباره عن بوكس. اذا لاحظنا الماتيريال تبعته، خلينا نعمل زوم نيجي نسحب الماتيريال اللي عليه، مجرد ديفيوز لون ابيض 255. حتى بصراحه انا كانت غلطتي لازم اعطيه ريفليكشن. بصراحه خذوها نصيحه، كل شيء بتعمله اعطيه ريفليكشن، هيك الواقع. ما في شيء في الحياه ما بيعكس، حتى التراب بيعكس. الشيء اللي ما بيعكس العين البشريه ما بتشوفه. ف يعني زي ما بتلاحظوا فقط مجرد لون ابيض، ما في اي شيء ثاني. وموضوع كمان اللي هو تفتح السب ديفيجنز برضو كمان هذا الشيء انا ما بنصح فيه، ما بحبه. ليش؟ لانه كيس جروب هيك حكت. فعندنا قائمه الفيرا فينا الجلوبال دي ام سي ديترمينستك مونتي كارلو، في ناس تفتح اللوكال سب ديفيجن وبتصير تزيد هاي القيمه على اساس انه يزيد عندنا يفتح هون السب ديفيجنز. ليش ما بنصح فيها؟ كيس جروب تحكي لك انه باي ديفولت الفيرا بيشوف مناطق معينه لما يكون مسكر. طبعا منطقه بدها 8 سب ديفيجن خلص بيرندرها ذاتس ات، بروح على منطقه ثانيه. شاف منطقه بدها 16 سب ديفيجن اوتوماتيك بيزيد لحاله، منطقه ثالثه بدها 64 بيزيد لحاله. بس اذا انت قعدت تحدد له شو السب ديفيجن راح يصير مناطق مثلا بدها 4 سب ديفيجن تلاقيه خلص لازم ياخذ مثلا 32 سب ديفيجن 64. هذا الحكي يؤدي لفرق وقت كبير. ف يا نقطه حبيت احكي عنها. ذاتس ات. نيجي هسه كيف عكست الصوره، هو مجرد ضوء. خلينا نيجي هون نحكي له اعطيني الاضاءات لايتس هاد ضوء، خليني اخذه هو والجدار نعزلهم لحال، نوقف الانتراكتيف ثواني. طبعا بال 2021 صار يدعموا السبستانس بينتر سبستانس ديزاينر از ماتيريال دون شو لايت. ف الجدار ومقابله بلين لايت من فيرا. طيب شو عملت فيه؟ البلين لايت مجرد بس وضعت صوره هون بصير تعكس. بس في نقطه مهمه اللي هو الريكتانجل لايت الدايركشنال باي ديفولت بكون زيرو، فبكون انتشار الصوره بهالشكل. كل ما رفعت القيمه بصير موضوع التركيز وين الضوء هذا بدي تركيزه. ف اذا عملنا انتراكتيف على سبيل المثال وطلعنا من الايزوليشن، تحملوني يعني الجهاز المتواضع يعني مش الجهاز القوي. فناخذ حتى ناخذ ريجن برضو التسريع، طبعا اللي ما بيعرف دينويزر عادة بعد ثالث باس تلاقيه نظف، بعدها كأنه الباس 7 بعديها 12 وهكذا. وباللحظة اللي بالفاينل ريندر بتحكي له ستوب وليس كانسل بيعمل آخر دينويزنج، آخر داتا واصلة للفيرا بيعمل دينويزنج. طيب بنلاحظ عندنا هون هذا الوضع الطبيعي على دايركشن واحد. لو أخذنا نص الشيء هذا مشان نقدر نقارن، لو جيت هون وحكيت له خليها ديفولت يعني إنه زيرو، لاحظوا كيف الصورة راح تكون مش مركزة ففيها بلارينس
غبشة مش واضحة، وكل ما ترفع يعني لو قلت له 0.8 يصير التركيز شوي شوي يزيد. لو قلت له 0.95 برضه تركيز يزيد. طبعا هذا الحكي بتقدر انه احيانا البروجيكتر ما في عدسة وبتقدر تعمل فوكس للعدسة هاي، يمكن تحطه 0.9899 بدك اياها مثلا شوية بلارينس فيها، لكن انا بالشوت تبعي او بالسيناريو اللي كنت اشتغل عليه حبيت تكون 1. بالنسبة للضوء هذا لو عزلته لاحظوا بس تحدد الضوء البريفيو مرات بتكون عندك نيفر فبكونش مبين وين التركيز، فتقدر تحكي له از سيلكتد بين لي الانتشار كيف شكله او خليه دائما كل يعني محدده للضوء او مش محدده يكون مبين كيف الدايركشنال لايتنج. فهون خليته اولويز وهاي الريزلت، بس رفعنا القيمه من 0 ل 1 عدلت التركيز ذاتس ات. طيب الصوره لاحظوا انه مش مبين عندي انه اوكي بيت ماب كلر كوركشن. ليش استخدمت كلر كوركشن؟ لانه باستخدام بالماكس بامكانك تعدل اي لون صوره. فهي الصوره طبعا اورجيك اياها من اول، هي كلير. لو طبعا كلير ما في بعطيك لون ابيض. كانسل. نلاحظ هون التحديث اللي بصير انه لون ابيض ما في عندي صوره فبياخذ الكلر. فنيجي بحكي له نو ماب ومن قائمه جنرال بحكي له اعطيني كلر كوركشن. كلر كوركشن فاضي ما فيها صوره فما راح يبين لي شيء. اسحبها خذها از ان انستانس. ومن هون كلر كوركشن زي الفوتوشوب يعني تقدر تعدل على الصوره بدون ما تاخذها على الفوتوشوب تعدل عليها من هون على طول. وهون اضيف الصوره اللي بدك اياها. فحكيت له نو ماب اعطيني مثلا بيت ماب معينة. في عندي هون مجموعة صور مثلا كوبي. لو أخذنا تيست 1 الصورة هاي قلت له أوبن، لاحظ إنه الصورة صارت هي اللي تعكس as a projection. طيب هلا هون الصورة ملونة بدك إياها أبيض وأسود، ارجع باك بتقدر تحكي له الصورة أعطيني إياها أبيض وأسود مونوكروم. وطبعا بكل بساطة في عندك brightness contrast تقدر تلاعب فيهم لحد ما توصل للريزلت اللي انت بدك اياه، تغمق الصورة تفتحها الى اخره، حتى كمان تغير الـ hue والsaturation الاشباع اللون. لو غيرنا الصورة كمان هون قلت له اعطيني مثلا تستو مثلا صورة موبي. A brave heart كان my favorite. لا خليها ملونة، ارجع على نورمال. بدك تزيد الإشباع ساتوريشن زيده، طبعا انت بتتحكم هاي على ذوق المصمم نفسه أو الفنان. وهاي هي أصدقائي كيف تجيب صورة as a projection على حائط، على مثلا white paper white panel. موضوعها بسيط وسهل، بس اهم شيء بدك تركز على موضوع ريكتانجل دايركشنال يكون 0 ارفعه ل 1. طيب هلا اوكي ابو زيد انت قاعد تحكي لنا انه هذا الحكي باي ديفولت. بنرجع الصوره الاصليه. طبعا الصوره لو كبرتها هون هاي شايفين بدون تعديل اللون، او سوري هيك مع تعديل اللون وهيك الأصلية، هيك اللون الأصلي مع الكلر كوركشن حطيتها يعني تغميق شوي لل باك. طيب ناخذ الشوت كامل نشوف كمان يعني انت ابو زيد كيف طلعتها يعني از ديفولت. انا مش كثير بستخدم الفوتوشوب، واذا استخدمته بستخدمه لتعديل اللون تظبيط اللون يعني ما بقعد. ممكن احيانا اذا رندرت شغله واخذت وقت مثلا شيء تجاري بدهم اياه 4K ورندرته اجاني منطقه معينه فيها ضربه صغيره بدل ما اعيد الرندر تتظبط يعني على السريع. طيب
شو عندك كمان يا ابو زيد؟ في عندنا طن الكوركشن كنترولز هاي، لحظه بدون اكسبوجر، هيك وضع الصوره، شغلنا الاكسبوجر، خففت شوي الاكسبوجر الهايلايت والكونتراست، هدول الامور قدرت تلعب فيهم بحيث انه توصل للشيء اللي بدك اياه. هايلايت بيرن، المناطق اللي فيها حرق ضوئي تقدر تلعب فيها وتظبطها. وطبعا موضوع الحرق الضوئي او الاوفر اكسبوزد، في كثير ناس انه بتحسسوا منه. الاوفر اكسبوزد بالصور الطبيعيه ناخذها بالكاميرا بتكون موجوده، فيعني عادي بالصوره يكون، بس بالعقل يعني ما يكونش كثير زايد. طيب هاي الاكسبوجر وايت بالانس، لاحظوا هنا يعني وورم حاميه، اعطيته انه بدي اياها بارده حاميه، بتقدر تتلاعب بالاوبشن هاي. ليفلز، لاحظوا بدون اي تعديل على الليفلز كيف الصوره كثير يعني فاقع على الالوان تبعتها. الليفلز عدلنا شوي. كيرفز بدون الكيرف، هيك مع الكيرف برضو تم التعديل. وننزل لشغله كثير مهمه اللي هي لوك اب تيبلز لوتس. طيب هدول اللوك اب تيبلز شو هم؟ ملفات جاهزه بتقدر تلاقيها على النت فري، وفي شيء مدفوع انت حر. هدول الملفات تعديل لون خلاص جاهز، بتنقي زي الكورونا. الكورونا اصلا لما تنزله بيجي مع اللايبراري فيها هي اللوك اب تيبلز. اذا شلنا التشيك بوكس هذا اللون، لاحظوا كيف واشد، مش مبين العمق اللون والكونتراست والامور هاي، فباللوك اب تيبل تقدر تعدل اللي بدك اياه. طيب نيجي لموضوع اللوك اب تيبلز، هدول نزلتهم من النت طبعا، هيهم اسمهم lotify.me. لو جينا فتحنا نيو تاب كتب له lotify.me هون، لو حكيت له كمان فري lots look up tables free lots، نيجي عاد نيجي هون مثلا هون هون، تلاقي كتير مواقع بتعطيك في تيبلز وتقدر تنزلها. هلا هذا الموقع lotify.me اللوك اب تيبل، لو القينا نظره على برودكتس نشوف المقارنات اكزامبلز مثلا اكسبلور لوكس سينماتيك لوكس، يعني بدك اللقطة تطلع سينمائية. فبيحكي لك هون كيف الصورة هيك قبل اللوتس وهيك لما تم إضافتها، فبصير تعديل على اللون، بتريحك إنك تروح على فوتوشوب وتقعد يعني تقضي وقت ساعة ساعتين وانت تضبط اللون. الملفات هاي بتسرع عليك وبتساعدك. هون لقطة الشوت العادية من الكاميرا رو، وهون إضافة لوك اب تيبل، الفرق واضح. هاي كمان وهكذا. زي ما حكينا بإمكانك تعمل بحث فري لوتس وتشوف، حتى بالفيديوهات على يوتيوب تلاقي حاطط الفيديو بيشرح وحاطط لك لينك الداونلود تحت. نيجي هون فري اي داونلود 35 ملف، تقدر تلقي نظره على الملفات هاي. هاي هذا موقع ثاني داونلود، موقع ثالث، دور بتلاقي هاي قسم داونلود وهكذا. وهي هي أصدقائي العملية ببساطة. أرجو أنه أكون ما طولت عليكم وتم توضيح الفكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.